تفضل المايك لك والشباب امامك. الله يسعدك. طيب يعطيكم العافيه جميعا، شكرا على الانجاز اللي انجزتوه في خلال كم يوم. كنتوا تقولون كلام لكن اكتشفتوا نفسكم وتغيرت النظره بالنسبه للتمثيل عندكم اتوقع. الحمد لله انا مره متفائل. الحين الباقي عليكم كاداء، سوينا اللي علينا احنا واللي داروا، باقي الحين عليكم كاداء. الجمهور قاعد يستنى شيء حلو تقدمونه لهم. اهم شيء قبل العرض الهدوء الداخلي، حلو، ولا احد يصالح مع خويه يشدد نفسه، حلوين، وكل واحد يدخل وثقته بنفسه، هذا اللي احنا نبغاه. ها جاهزين؟ جاهزين. طيب يلا كلكم كلكم في النص، يلا واحد اثنين ثلاثة. قبل كل ما تبدأ فقرة الكواليس دائما تكون واقف عليهم بالبروفات، كيف تشوف استعدادات الشباب خاصة اليوم؟ تغير الوضع عن سابقا. طيب أنا أمس ما جيت عشان أبغى أشوف كيف هم كمجموعة كجروبات يشتغلون مع بعض صح، كيف يطورون بعضهم، كل واحد يفيد الثاني. اليوم جوني عطوني إضافات جديدة، فهموا النص، صار في بينهم تناغم كبير بينهم، اكتشفت أنهم ساعدوا بعض، كل واحد قاعد يعطي شخصية أو كاركتر للثاني هذا أكثر. هذا اللي كنت أبغى أوصل له، لأن في النهاية إحنا نبغى الأداء الممثل أكثر من أنه هو موضوع إخراجي. تطور. أوكي وصول لجنة